السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدي محاضرتنا لهذا اليوم، بس أحب أنوه على شيء في المحاضرة يخص المحاضرة السابقة اللي أخذناها، اللي هي الـ Important Plasma Properties. طبعا من ضمن المحاضرة السابقة أخذنا أمثلة محلولة تخص تحديد قيمة اللندا دي اللي هو طول دي باي والأنتي Number of Particles. هنا من خلال الأمثلة قلنا بأنه فقط تعويض مباشر بالقوانين وتطلع القيمة، وأني دزيت لكم الحل التفصيلي لهاي الأمثلة في ملف PDF. أنا طبعا بالملف PDF يعني متجاوزة هذا الخطأ المطبعي اللي صار بمحاضرتكم السابقة وبينته. قيمة أدنى اللندا دي الاندي عفوا الاندي النمبر اوف بارتيكلز هي تكون خاليه من الوحدات، خاليه من الوحدات ما بها اي وحده. لما اطلع قيمتها هسه عندي اللندادي اللي هو وحدتها المتر، هناك قيمتها خاليه من الوحدات تكون ما بها وحده. فهنا ارجو ان نصححها، واتمنى انه تعتمدون فقط على طريقه حل اللي انا دزيتها لكم، لان كانت طريقه حل تفصيليه وموضحين بها كل خطوة تم القيام بها. عندنا هنا أيضا الموضوع آخر من المواضيع اللي أخذناها في المحاضرة السابقة اللي هو البلازما المثالية The Ideal Plasma. قلنا بأنه عندنا من خلال المعادلة أيضا هنا نقول خطأ مطبعي اللي هو يعني مو مؤثر جدا، بس هنا الان صب اي، الان صب اي اللي هو كثافة الالكترونات. عندي هنا كثافة الالكترونات وحدتها سنتيمتر ماينس 3 اس ماينس 3. بالمحاضرة السابقة مكتوبة ان كابيتال صب اي، ان كابيتال صب اي. طبعا هنا سواء كان الان كابيتال صب اي او ال n small sub e هي هنا نقصد بها كثافة الالكترونات، كثافة الالكترونات. فأتمنى هنا بس أن تصححون هاي، أو أنا إن شاء الله أحدد لكم هاي الورقة ويا المحاضرة. ففقط كمجرد أن بدال ال n capital sub e نحط n small sub e اللي هي اثنيناتها ترمز لكثافة الالكترونات. نجي هسه على محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي بعنوان Method of Plasma Generation، Method of Plasma Generation اللي هي بمعنى طرق أو طرائق، لأن Methods طرائق توليد البلازما، Generation يعني بمعنى توليد البلازما. أخذنا في المحاضرات السابقة أن البلازما في حالة التوازن الثرموديناميك توجد في عدة أماكن بالطبيعة، لكن هاي البلازما ليست شائعة مختبريا. هاي البلازما اللي هي موجودة في الطبيعة تكون ليست شائعة مختبريا. زين، كما هي موجودة في الفيزياء الكونية، احنا قلنا بانه البلازما تتكون لي من 99% من مادة الكون. احنا قلنا بانه المادة الكونية 99 هي مادة، هي عبارة عن البلازما. وهنا اقصد بمادة الكون مثل ما قلنا الشمس، الشمس هي عبارة عن نوع من انواع البلازما، وايضا النجوم. لذلك هاي البلازما في حالة التوازن الثرموديناميك توجد في اماكن عديدة في الطبيعة، لكنها تكون غير شائعة مختبريا، اي لا يمكن ان تتواجد مختبريا، ويمكن أيضا توليدها برفع، هذا أقصد مختبريا هنا، يمكن أن أولدها برفع درجة الحرارة الغاز حتى حصول نسبة عالية من التأين، ويتم ذلك برفع درجة حرارة هذا الغاز أكثر من قيمتها عند الاتزان الحراري. يمكن توليد البلازما برفع درجة حرارة هذا الغاز حتى أحصل على نسبة عالية من التأين، ويتم ذلك أي حصول على نسبة عالية من التأين عن طريق رفع درجات حرارة الغاز أكثر من درجة قيمتها عند الاتزان الحراري، أكثر من قيمتها عند الاتزان الحراري. ومن الطرق الأكثر شيوعا
في أو أكثر استخداما في توليد هذه البلازما هي الانهيار الكهربائي للغاز، اللي هو أدنى الانهيار البريك داون الكتريكال بريك داون اوف ناتشورال غاز اوف ناتشورال غاز، اللي هو للغاز المحايد او المتعادل. ناتشورال غاز الغاز المحايد او المتعادل بوجود هذا المجال الكهربائي الخارجي. هو هنا الطريقه الاكثر استخداما لتوليد البلازما هي الانهيار الغازي الانهيار الكهربائي للغاز للغاز المحايد او المتعادل بوجود مجال كهربائي خارجي للغاز. فمثلا عندما امرر تيار تكون هذا التيار قيمته مناسبة، امرره خلال وين؟ خلال الغاز، يؤدي نهاية الى انتاج الكترونات وايونات حرة. هاي الالكترونات والايونات الحرة تتعجل بواسطة المجال الكهربائي اللي مسلطته، المسلط وين؟ المسلط بين القطبين، أو المطبق المجال الكهربائي المطبق أو المسلط بين القطبين. فيحصل على طاقة حركية إضافية تمكنها هنا وش نقول؟ يعني نقول على الإيونات والإلكترونات تحصل على طاقة حركية إضافية تمكنها من تهييج ذرات أخرى متعادلة عن طريق إيش؟ عن طريق تصادمها. التصادم يعني هنا الالكترونات والايونات تحصل على طاقة حركية اضافية، هاي تساعدها على تهيج الذرات المتعادلة الذرات الاخرى المجاورة لها. عن طريق شنو؟ لانه عن طريق تصادم وياها فياح تهيجها، وتكون حركة الالكترونات اكثر اهمية من حركة الايونات في عملية التهيج عن طريق التصادم. هنا قلنا بانه هي تهيج لها عن طريق تصادم اللي هي يحدث بين الالكترونات والايونات. ليش هنا الالكترونات تكون اكثر اهميه من حركه الايونات؟ لانه عندي لانه كتلتها تكون اصغر، كتلتها تكون اصغر small كتلتها of their small mass of their small mass. هنا كتلتها تكون اصغر of their small mass كتلتها تكون اصغر من الايونات، من كتله الايونات، وأن معدل الطاقة الحركية للإلكترونات يكون أكبر بكثير من معدل الطاقة الحركية للأيونات في حالة الضغوط الواطئة للغاز. وأن الإلكترونات وانتقال الطاقة في التصادم بين الأيونات، وأن الإلكترونات والأيونات يحتاخذ الطاقة منين؟ يحتاخذ الطاقة الإلكترونات والأيونات يحتاخذ الطاقة من المجال الكهربائي المسلط ويحتنقلها عبر التصادمات مع الجسيمات الاخرى. يعني هسه الالكترونات والايونات قلنا احنا لما نسلط مجال كهربائي، هاي الالكترونات والايونات تاخذ طاقتها من هذا المجال الكهربائي المسلط، وهاي الالكترونات اثناء حركتها وتصادمتها وتصادمها بالجسيمات الاخرى تنقل لها تنقل هاي الطاقه عن طريق التصادمات. زين هسه انا عندي قلنا بانه بالتصادمات يكون عندي نقل للطاقه. زين إذن عندي يحدث تبادل الطاقة بين جسيمات الغاز بشكل رئيسي عن طريق التصادمات. هنا أنا عندي التصادمات، إذن لازم أصنف هاي التصادمات اللي تصير عندي. الكولاجين اللي هي التصادمات لازم أصنفها، اللي تصير عندي هنا أنا التصادمات لازم تجي أن تصنف. زين اللي هي شنية؟ أحد أنواع هذه التصادمات هو التصادم المرن. أحد أنواع هذه التصادمات هو التصادم المرن. التصادم المرن هو نوع من أنواع هذه التصادمات اللي هو تحدث في عند انتقال الطاقة. التصادم المرن اللي هو الإلستيك كولاجين. هنا الان الاليستيك كولاجين اللي هو التصادم الغير مرن. الاليستيك كولاجين هو التصادم المرن اللي يتم فيه تبادل الطاقه الحركيه فقط، واغلب التصادمات في الغاز تكون من النوع المرن بسبب ان التركيب الذري او جزيئي للغاز ما يتغير. اما الان الاليستيك كولاجين اللي هو التصادم الغير مرن، ان الاليستيك كولاجين اللي هو التصادم الغير مرن عندي، فإنه هذا يتضمن تبادل طاقة التهيج أو طاقة التأين
إضافة إلى الطاقة الحركية. لذا فإن الإلكترون الذي يصطدم بذرة متعادلة يمكن أن يهيج تلك الذرة، وبالتالي راح يزيد من الطاقة الكامنة فيها. هنا يكون على حساب نقصان الطاقة الحركية للإلكترون. هسه قلنا بأنه التصادمات اللي تصير الإلستيك كولاجين اللي هي هنا التصادم المرن والتصادم الغير مرن اللي هو الآن إلستيك كولاجين. فلذلك يمكن تصنيف التفريغات على أنها تفريغ تيار مستمر اللي هو النانا discharge are classified اللي هو تصنيف التفريغ اللي دا يصير إن هو ال DC discharge اللي هو تفريغ التيار المستمر مع و أو ال AC discharge أيضا ال AC discharge اللي هو تفريغ التيار المتناوب أو التفريغ المتناوب و أو التفريغ النبضي، التفريغ النبضي أو البالس، البالس يعني بمعنى نبضة. discharge اللي هو هنا راح يكون على أساس السلوك المؤقت للمجال الكهربائي، وأيضا تعتمد على الخصائص المكانية والزمانية للبلازما إلى حد كبير على تطبيق المحدد التي تستخدم البلازما من أجله. هسه نجي على موضوع الغاز discharge بلازما اللي هو التفريغ الغازي للبلازما، التفريغ الغازي ل البلازما. طبعا هو شكل شاع من البلازما اللي يكون الى مجموعة متنوعة من المعاملات، يمكن ان يكون ثابت او نبضي اعتمادا طبعا على طبيعة المجال الكهربائي المسلط. قد يكون المجال الكهربائي الخارجي، قد يسبب عفوا المجال الكهربائي الخارجي انهيار كهربائي للغاز. احنا قلنا بانه من الطرق الاكثر استخداما هي الانهيار الكهربائي للغاز، فيسبب لي المجال الكهربائي الخارجي انهيار كهربائي للغاز. المجال المسلط الكهربائي الخارجي اللي راح نسلطه هو اللي يسبب لي انهيار كهربائي للغاز، اللي يولد لي بعد ذلك اشكال متعدده من البلازما اللي هو هنا المجال الكهربائي الانهيار الكهربائي للغاز اللي هو يولد لي different forms of plasma اللي هي أشكال متعددة للبلازما اللي تعتمد على الظروف العملية اللي راح تصير اللي راح تولدها. عندنا إذا after the external electrical field is switch off يعني بعد إيقاف أو يعني إيقاف تشغيل المجال الكهربائي الخارجي، عندنا يحتنحل البلازما نتيجة لإعادة اتحاد الإلكترونات مع الأيونات. يحتنحل البلازما نتيجة للريكومبينيشن، الريكومبينيشن اللي هي عملية الريكومبينيشن اللي أخذناها في المحاضرات السابقة اللي هي عملية إعادة اتحاد الإلكترونات مع الأيونات، ويحدث لي انتشار خاص للبلازما. تسمى هذه البلازما بعد إذن ب after glow بلازما. after glow بلازما اللي هي البلازما بعد التهيج، البلازما بعد التهيج اللي هي تستخدم لدراسة عمليات إعادة الاتحاد والانتشار اللي هي تتضمني الريكومبينيشن اللي هي والاند ديفيوجن اللي هو الانتشار، بروسيسنج اللي هي عمليات يتضمني الذرات مشحونه ومتهيجه، اكستنت اللي هي متهيجه، اكسايتد عفوا اكسايتد اللي هي اتومز اللي هي متهيجه او مثاره وذرات مشحونه. هناك عدة طرق مناسبة على متولد البلازما اللي هي تستخدم إشعاع رنيني اللي هي تستخدم ريزونيت اللي هو ريديشن اللي هو الإشعاع الرنيني، الإشعاع الرنيني الريزونيت ريديشن اللي هو الإشعاع الرنيني، وهو إشعاع يتوافق طول موجته مع طاقات التحولات الذرية في الذرات اللي يشكل لي الغاز المتهيج. نتيجة إيش؟ نتيجة إثارة هذا الغاز، نتيجة إثارة هذا الغاز يتم تكوين كثافة عالية من ذرات المتهيجة، ويؤدي تصادم هذه الذرات إلى تكوين الكترونات حرة، لأنها تصادم هذه الذرات يكونني الكترونات free electrons اللي هي الكترونات حرة، وبالتالي فإن الإثارة الذرية في الغاز تؤدي إلى
تؤدي إلى تأينها، وراح تولد لي البلازما، وهذه البلازما راح تسمى الفوتو ريزونيت بلازما، اللي هي البلازما الضوئية. الفوتو ريزونيت بلازما اللي هي البلازما الضوئية، اللي أيضا لها استخدامات و applications، معدة تطبيقات متعددة. يتم إنشاء بلازما الليزر، الليزر بلازما يتم توليدها irradiated by laser irradiation، اللي هو إشعاع عن طريق التشعيع بالليزر. طبعا يتم التشعيع بالليزر للسطح، وهو يتميز بمعاملات مثل الباور باراميترز such as laser power، اللي هو قوة الليزر والمدة الزمنية للعملية. حيث يتم تركيز نبضة ليزر قصيرة نانو سكند، اللي هي نانو ثانوية، نانو سكند اللي هي نانو بالثانية، على سطح يتبخر المادة من السطح في شكل البلازما. إذ يتم استخدام ليزر النيديميوم، تقوم البلازما المتطورة بفحص الإشعاع، ويذهب إشعاع الليزر لاحقا على المدى السخني للبلازما، ونتيجة لذلك يحتصل درجة حرارة البلازما إلى عشرات الإلكترون فولت. هنا يحتصل درجة حرارة البلازما إلى العشرات من الإلكترون فولت. ويمكن استخدام هذه البلازما كمصدر للأشعة السينية. هنا يمكن استخدام هذه البلازما كمصدر للأشعة السينية، الإكس راي أشعة السينية، أو كمصدر ليزر أشعة سينية. يمكن ضبط نبضات الليزر أيضا وتقصيرها إلى قيمة 2 × 10⁻¹⁴ سكند، اللي هي وهذا يجعل من الممكن توليد البلازما خلال فترة قصيرة للغاية، وهذا بالتالي يسمح لي من دراسة عمليات البلازما السريعة. هنا تكون الفاست بلازما بروسيسنج، اللي هي عمليات البلازما اللي تكون تحدث سريعة. طبعا هنا تعتمد طريقة توليد البلازما المستخدمة على نطاق واسع ومن الحزمة الإلكترونية عبر الغاز. هنا الإلكترون بام اللي هو الثرو الغاز، اللي هو عن طريق الغاز. يمكن بعد ذلك استخدام الإلكترونات الإلكترونات الثانوية في العمليات المعينة. فعلى سبيل المثال اللي هو ليزر الإكس هنا ليزر الإكزيمر، هنا إكسيمر ليزر اللي هو يتم تسريع الإلكترونات الثانوية بواسطة مجال كهربائي. فعندنا المنطقة الأخيرة هي منطقة من 5 إلى 6 اللي هي الارك ديسشارج، اللي هو تفريغ أو تفريغ التقوسي أو القوسي. لما تكون الطاقة الموجودة في الكاثود، اللي هي هاي الطاقة الموجودة بالكاثود بواسطة شنو؟ بواسطة الأيونات الموجبة اللي هي البوزيتيف أيونز، تكون هاي الطاقة كبيرة بما يكفي على مدى تحدث لي الانبعاث الحراري للإلكترونات. يمكن أن ينخفض الجهد عبر التفريغ إلى قيمة منخفضة جدا للغاية، اللي هي تكون هذه من خصائص التفريغ التقوسي اللي يكون ما بين المنطقة 5 و6. هنا من خلال ملاحظتنا هذا المناطق التفريغ أعرف بأنه منطقة التفريغ المظلم أو تفريغ 1000 اللي هو هنا هاي المنطقة، يكون قيمة تيار التفريغ بحدود أو أقل من 10⁻⁶. هنا بحدود أو أقل من 10⁻⁶. هنا شنو هذا قلنا بأنه منطقة التفريغ المظلم الدارك ديسشارج أو التفريغ 1000، تكون قيمة التيار التفريغ بحدود أو أقل من 10⁻⁶. أجي على التفريغ التوهجي، طبعا هنا من هنا اللي هنا التفريغ التوهجي الطبيعي والغير طبيعي والجلو ديسشارج، اللي هو هنا التفريغ التوهجي هتكون قيمة التيار التفريغ خلاله بحدود من 10⁻¹ إلى 10⁶، من 10⁻¹ أو -2 إلى 10⁶. هاي اللي هي هنا
هنا أنا عندي اللي هو التفريغ الجلوت ديسشارج، راح تكون بحدود من 10 أس ماينس 1 أو ماينس 2 إلى 10 أس 6 أمبير. هنا أنا أمبير بوحدة الأمبير. نجي على آخر تفريغ اللي عندنا التفريغ التقوسي الأرك ديسشارج، تكون قيمة التيار التفريغ بحدود 10 أس ماينس 1 أو أقل أو أكثر، عفوا 10 أس ماينس 1 أو أكثر. هنا أنا عندي التفريغ التقوسية تكون قيمة التيار التفريغ بحدود 10 أس ماينس 1 أمبير أو أكثر، 10 أس ماينس 1 أمبير أو 2 أمبير أو أكثر. إذا هنا أنا عندي ثلاث مناطق من التفريغ اللي هي الدارك ديسشارج اللي هي التفريغ المظلم أو تفريغ 1000، وأدي الجلو ديسشارج التفريغ التوهجي، وعندي الارك المنطقة الثالثة الارك ديسشارج، هنا أنا مصنفة حسب هذه المناطق الموجودة في هذه أو الموضحة في هذا الرسم. هسه عدنا ناخذ الجلو ديسشارج اللي هو مثل ما قلنا التفريغ التوهجي. الجلو ديسشارج اللي هو التفريغ التوهجي، طبعا اقدر ان اعرفه او ان اوصفه بان التفريغ الذي تنبعث فيه الالكترونات من الكاثود بتاثير تصادم الدقائق او الكمات الضوئيه يسمى بالتفريغ التوهجي. ليش سميناه بهذا الجلو ديسشارج بان التفريغ التوهجي؟ اللي لانه نتيجه للتوهج الذي يحدث قرب الكاثود وتفصله عن وحيث ان تفصله هذه عن فسحه مظلمه عندما يتولد التفريغ بتيار مستمر في انبوب يكون هذا الانبوب مملوء بغاز معين، طبعا يكون تحت ضغط اقل من الضغط الجوي، وحنجد الضوء المرئي المنبعث من التفريغ يملا الانبوب كله بانتظام ويكون موزع ومحدد كما في الشكل. ايضا نلاحظ هذا الشكل اللي هو يكون هم عبارة عن مناطق موزعة ومحددة في من مناطق التفريغ. فهنا نجي نبدأ من الكاثود، يبدأ حيث ان الكاثود يبدأ في بعض الاحيان بفسحة مظلمة ضيقة اللي هي منطقة الاستون. هنا عندنا فسحة مظلمة ضيقة تسمى بالأستونز. اللي هي تكون قرب الكاثود يتبعها طبقة ضيقة خافتة الإضاءة التوهج الكاثودي. التوهج الكاثودي هنا عندنا هنا الكاثود جلو التوهج الكاثودي، وهنا منطقة الأستون اللي هي قلناها منطقة مظلمة أو فسحة مظلمة اللي هي هاي دي منطقة الأستون، منطقة مظلمة ضيقة وهي تكون قرب الكاثود اللي هي تتبعها طبقة ضيقة خافتة الإضاءة اللي هي الكاثود إجلو، يتبعها فضاء مظلم، فضاء الكاثود المظلم، فضاء الكاثود المظلم، هاي فضاء الكاثود المظلم. هنا هاي المناطق ده نفصلها حسب هنا عندي بالشكل، هنا فضاء الكاثود المظلم، وبعدها نجد التوهج السالب، وبعدها نجد النيجاتيف جلو اللي هو التوهج السالب. يقل التوهج كلما اقتربنا من منطقة فاراداي، هنا هذا التوهج السالب يقل كلما اقتربنا من منطقة فاراداي المظلمة، فاراداي دارك سبيس اللي هي منطقة أو فسحة فاراداي المظلمة. يأتي بعده العمود الموجب، هنا وراها يأتي بعد البوزيتيف كولوم اللي هو العمود الموجب، وفي بعض الأحيان يلاحظ منطقة مظلمة ثم تليها منطقة مضيئة قرب الأنود. هنا بعض الأحيان يلاحظ منطقة مظلمة وتليها منطقة مضيئة اللي هي تكون قرب الأنود، قرب الأنود، حيث أن هناك توزيع مختلف لمناطق التفريغ التوهجي اللي هي تختلف باختلاف كل من الغاز والضغط وأبعاد الأنبوب الذي يحوي الغاز ومادة الأقطاب
وحجمها ونوعها والبعد بينها، فيتم تقليل التيار بالتفريغ التوهجي يكون بواسطة الإلكترونات والأيونات الموجبة. فعند اصطدام أيون موجب بالكاثود ينبعث الإلكترون، هذا الإلكترون يتعجل في بادئ الأمر في مجال قوي ويلاقي عدة اصطدامات مهيجة لأن طاقته تكون أقل من جهد التأيون، لكن أبعد من الكاثود بقليل. وبسبب كون المجال آخذا بالضعف نجد أن الإلكترونات تؤين الغاز بكفاءة أكبر ويحدث تضاعف كبير قرب الحد الفاصل بين منطقة الفضاء، فضاء الكاثود المظلم والتوهج السالب، بين منطقة فضاء الكاثود المظلم والتوهج السالب. أنا عندي بين هذه المنطقتين يصبح المجال ضعيف جدا، وبذلك فقط يمكن للإلكترونات السريعة التي لم تفقد طاقتها بالتصادم الغير مرئي أن تؤين في هذه المنطقة، وإن عدد كبير من الأيونات تعبر الحد الفاصل ويحتدخل إلى منطقة التوهج السالب. هنا تدخل إلى منطقة التوهج السالب، وبسبب التضاعف نجد أن عدد الإلكترونات اللي بإمكانها التأين يزداد بين الكاثود وحدود التوهج، وتكون عندي أعداد كبيرة من الأيونات الموجبة ويكونت عندي شحنة فضاء موجبة كثيفة، وهاي الأيونات الموجبة تتحرك عبر طبقة الكاثود المظلم. هنا هاي تتحرك عبر طبقة الكاثود المظلم هنا تصطدم بالكاثود، يسبب لي انبعاث الإلكترونات الثانوية، تصطدم بالكاثود يسبب انبعاث الإلكترونات الثانوية منه. أحصل على حالة من الاستقرار، كل الإلكترون منبعث من الكاثود يجب أن يكون مؤين بشكل كافي بحيث يكون تأثير هو انبعاث الإلكترونات أخرى من الكاثود، وهذا التأثير يوضح توزيع الإضاءة في التفريغ، حيث أنه يبدأ الإلكترون عند الكاثود بسرعة ابتدائية صغيرة ولا يمكن أن يتوهج، لا يمكن أن يهيج الذرات ما لم تصل طاقته إلى جهد التهيج للذرات، وهذا تقابل منطقة أسيتون المظلم اللي هي هنا منطقة الدارك الأسيتون المظلمة، أسيتون دارك سبيس اللي هي منطقة أسيتون دارك المظلمة أو المنطقة المظلمة. عندنا منطقة الكاثود هي المنطقة اللي من خلالها يكتسب الإلكترون طاقة إلى حد أنه يصير عنده طاقة ذروة التهيج. هنا مثل ما قلنا for example اللي من استخدم ليزر الإكزيمر اللي هو يتم تسريع الإلكترونات الثانوية بواسطة المجال الكهربائي الخارجي المد يولد لي الجزيئات المتهيجة مع فترة من تكون تهيجة فترة قصيرة، فيعتبر شعاع الإلكترون كمصدر للتأين مناسب لليزر الإكزيمر وأيضا للتأين الكيميائي اللي هو الكيميكال ايونزيشن. الكيميكال ايونزيشن هنا يكون مناسب عندي الكيميكال هنا اند ليزر، تكون كمصدر التأين. ليش تكون عندي؟ لانه التأين يستمر لي فترة قصيرة، لانه التأين short time يستمر فترة قصيرة. عندنا من الطرق الكيميائية لتوليد البلازما اللي هي الكيميكال method of plasma اللي هي الطرق الكيميائية المتأولة بها البلازما، استهلك حيث يتم استهلاك الطاقة الكيميائية للكواشف. ليش المد تكون لي الجذور الحرة أو الجسيمات المتهيجة اللي هي تكون لي الكيميكال انرجي يتم استهلاكها، المد تكون لي الريديكالز اللي هو الجذور الحرة أو الجسيمات المتهيجة. إن عملية التأين الكيميائي تكون بمشاركة الجسيمات النشطة اللي هي تولد الجسيمات المشحونة.
إن تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة جسيمات المتأينة يكون مو فعال، لذلك فإن درجة التأين تكون صغيرة جدا في اللهب أو الشعلة، لأن هنا من تكون هي الطريقة الكيميائية باستخدام اللهب أو الفلامس اللي هو اللهب أو الشعلة للبلازما، لذلك تكون درجة التأين في هذا تكون سمول، في هذا اللهب أو الشعلة تكون سمول صغيرة، حيث يمكن إنشاء البلازما تحت تأثير تدفقات الأيونات أو النيوترونات عندما تمر هنا، لما تتدفق هنا الإلكترون أو النيوترون هنا عبر هنا أو تمر عبر الغاز، تمر عبر الغاز ينتج التأين بالقرب من سطح الأرض من انحناء العناصر. التأين يكون بالقرب من سطح الأرض يكون من نتيجة من انحلال العناصر المشعة الموجودة في القشرة الأرضية. يحدث عمليات التأين وتشكيل غاز معين في الغاز في الغلاف الجوي العلوي للأرض بسبب الإشعاع النشط من الشمس، وبالتالي فإن طرق توليد البلازما تكون كثيرة وأيضا مختلفة، وكلها حتؤدي إلى تكوين البلازما مختلفة، لذلك تعد البلازما أداة مفيدة بشكل فريد لمجموعة من التطبيقات الابلكيشن الاستفاد بها هنا تكون هي عبارة عن أداة للكثير من الابلكيشنز أو التطبيقات المهمة. gases discharge اللي هو التفريغ الغازي، التفريغ الغازي طبعا هنا نعتبر الغاز نشرح على الرسم هنا هذا حسب الشكل أدنى ونشرح عنه. يعتبر الغاز موجود في أنبوبة مفرغة أو عازلة كما هو موضح بالشكل. هنا يعتبر الغاز موجود في أنبوبة، هاي الأنبوبة مفرغة أو عازلة. زين، حيث أن في كل طرف من الأنبوب يتم إدخال قطب كهربائي. في كل طرف من الأنبوب يتم إدخال قطب كهربائي. في كل طرف من هذا الأنبوب يتم إدخال قطب كهربائي، وبين هذه الأقطاب يتم توصيل مصدر طاقة على التوالي. يتم توصيل مصدر طاقة على التوالي مع مقاومة مناسبة المتتحكم لي في التيار التفريغ اللي قد يتغير ضغط الغاز وتكوينه. هنا أنا مع مقاومة اللي هي ياح تغير تتحكم لي في تيار التفريغ، تكون تتحكم لي بتيار التفريغ. فبمجرد وجود أيونات والكترونات في الغاز يصبح الوضع صعب. هنا مجرد أن وجود الإلكترونات والأيونات بالغاز هنا الوضع يكون complicated اللي هو معقد أو صعب. فعند تأثير المجال الكهربائي المسلط تتحرك الأيونات والإلكترونات في اتجاهين متعاكسين عبر الغاز. تعاني الأيونات والإلكترونات من نوعين مختلفين من التصادمات مثل ما قلنا مرنة وغير مرنة. طبعا تختلف هذه في أن حركة الجسيمات المتصادمة يتم الحفاظ عليها في المرنة، أي أن حركة الطاقة الحركية للجسيمات المرنة المتصادمة يتم الحفاظ عليها في التصادمات المرنة، ولكن ليس في التصادمات الغير مرنة حيث لا يتم الحفاظ على الطاقة الحركية. ففي التصادمات الغير مرنة يتم تعويض التغيير الحركي عن طريق تغيير في الطاقة الداخلية. هنا يتم تعويض التغيير الحركي عن طريق تغيير في الطاقة الداخلية لإحدى الجسيمات المتصادمة أو كليهما. هنا يكون أما في إحدى الجسيمات المتصادمة أو كليهما. هنا one or both of the particles. One or both of the collecting particles اللي هي الجسيمات المتصادمة. نظرا لكتلتها الأكبر فإن هنا دأحكي من أقول نظرا لكتلتها الأكبر إذا دأحكي على الأيونات. لا تكتسب الأيونات سرعة كبيرة سواء من المجال المسلط أو من الإلكترونات.
الطاقة التي يتم نقلها بسهولة إلى ذرات الغاز المحايد، من ناحية أخرى راح تكتسب الإلكترونات سرعتها وتحافظ عليها بسهولة، لأنه قلنا بأنه الإلكترونات هي أقل كتلة من الأيونات، وبالتالي يمكن أن تساهم في زيادة التأيون وأيضا الإثارة من خلال عمليات التصادم الغير مرنة. إذا كان انخفاض الجهد عبر أنبوب التفريغ كافيا يصبح التفريغ مختفيا ذاتيا. هنا إذا كان انخفاض الجهد عبر أنبوب التفريغ كافيا، فإن هنا التفريغ أقول بأنه هو تفريغ ذاتي. نقول بأنه التفريغ مكتفي ذاتي. هنا يظهر في الشكل الاثنين اللي هو هنا حسب ما أشرنا عليه. الشكل الاثنين. الانتقال بين التفريغ الغير مستدام أو الغير ذاتي هنا عندنا، هذا طبعا سبق وإن شرحناه هذا الشكل في المحاضرات السابقة، اللي هو يكون انتقال بين التفريغ الغير ذاتي وأيضا التفريغ الذاتي في التيارات في 10^11 أمبير. هنا اللي هو هنا عندنا في 10^11 أمبير. هنا هاي. فهنا يتم تطبيق مصطلح تفريغ تاوزنت اللي هو هنا عندنا هذا تاوزنت، تفريغ تاوزنت على التفريغ الذي يعمل بين النقطتين. هنا حسب ما نشوفه يعمل بين النقطتين 2 و3. هنا يعمل بين النقطتين 2 و3 من الشكل الموجود عندنا، أو هنا 1 و2، عفوا 1 و2، يعمل بين النقطتين 1 و2. على مود أوصف تفريغ تاوزنت، إحنا عندنا المجال الكهربائي متجانس إلى حد ما عبر الأنبوب، ومع ذلك حيث يتم السماح لتيار التفريغ بالزيادة من خلال تقليل سلسلة من المقاومات، فإن الأيونات تتجمع في الكاثود. هنا عندنا الأيونات تتجمع في الكاثود، تميل شحنة الفضاء الإيجابية هذه إلى تركيز المجال المسلط على مسافة قصيرة. في حالة عدم وجود المقاومة المحددة، فإنه هذا يؤدي إلى زيادة تصعيدية في التيار وبالتالي في التأيون. عندما يسمح للتيار بالزيادة إلى عدد قليل من الأمبيرات، يصل مجموع الجهد عبر الأنبوب إلى الحد الأدنى. تمثل لي هذه النقطة 4 3 و4، 3 و4. هنا 3 و4 تمثل لي هنا من المنحني اللي هو شيء اسميه glow discharge اللي هو التفريغ التوهجي. ومع زيادة تفريغ التوهج العادي هنا، مع زيادة هذا التفريغ، وهنا عندنا المزيد من المنطقة الكاثود المشاركة في التفريغ، لا يمكن سحب التيار الإضافي إلا إذا كان مصحوبا بمقابل في الجهد. هنا إذا كان مصحوبا يكون جهد، يظهر ما يسمى بالتفريغ التوهجي الغير طبيعي. هنا التفريغ التوهجي الغير طبيعي اللي هو في المنطقة 4 و5، في المنطقة 4 و5 هنا يسميه التفريغ. هنا عندنا منطقة الكاثود، مثل ما قلنا هي المنطقة اللي خلالها يكتسب الإلكترون طاقة، هاي الطاقة إلى حد الذروة طاقة التهيج. وبما أن ذروة خطوط الطيف تقع عند طاقات مختلفة وبترتيب معين، بحيث أن الخط ذو الطاقة الواطئة يكون أقرب إلى الكاثود عند مسافة أبعد من الكاثود، حيث تمتلك معظم الإلكترونات انطلاقا أكبر بكثير من ذروة دالات التهيج، وبذلك يكون عندي الضوء المنبعث خافت جدا اللي هي منطقة فضاء الكاثود المظلم، اللي هي منطقة فضاء الكاثود المظلم. عند حدود التوهج السالب عدد الإلكترونات البطيئة يكون كبير جدا ويقل انطلاقها مع ابتعاد عند الكاثود. الإلكترونات التي تدخل التوهج السالب تتكون من مجموعتين، مجموعة الإلكترونات التي تكونت عند الكاثود أو قريبا منه،
والتي تكونت سريعاً لعدم اصطدامها في المنطقة المظلمة. والمجموعة عندي الأكبر من الإلكترونات التي تكونت في منطقة المظلمة ولاقت عدد من التصادمات، هذه التصادمات تكون غير مرنة وتكون هذه المجموعة بطيئة على الرغم من أن طاقتها هي دون ذروة التأين ولكنها أكبر أو عند ذروة التهيج، لذا سوف تلاقي عدد من الصدامات اللي هي تؤدي إلى التهيج مكونة التوهج السالب، بعدها تصبح طاقتها ضئيلة. هنا تكون التوهج السالب وفيما بعد تكون طاقتها ضئيلة. فعند حدوث إعادة اتحاد مع الأيون الموجب، هاي العملية تحدث في المناطق بعد التوهج السالب. هنا هاي العملية يحدث بالمناطق اللي بعد التوهج السالب. ليش؟ لأن تركيز الأيونات والإلكترونات والأيونات يكون تركيز عالي والمجال هنا يكون ضعيف، وأن انبعاث الضوء من عملية إعادة الاتحاد يكون ضئيل جدا، ومع الابتعاد قليلا يوجد عدد أقل من الإلكترونات السريعة والضوء المنبعث يكون أقل والمجال يرتفع ببطء وتقل احتمالية إعادة الاتحاد، وبذلك تتكون عندي طبقة فاراداي المظلمة في العمود الموجب. وجد أن المجال الكهربائي ثابت في أي نقطة، هنا تتكون لي منطقة فاراداي المظلمة وبالعمود الموجب وجد أنه المجال الكهربائي يكون ثابت في أي نقطة من خلال من نقاط هذه المنطقة، أي أن صافي الشحنة الفضاء يساويني صفر، وبالتالي فإن تركيز الإلكترونات يساوي تركيز الأيونات الموجبة. لذلك أكثر قياسات تشخيص البلازما وتفاعلاتها تجري من هذه النقطة، وبسبب كون تحركية الأيونات الموجبة أقل من تحرك الإلكترونات، لذلك نجد أن الإلكترونات تحمل كل تيار التفريغ بينما تقوم الأيونات الموجبة بتعادل شحنة الفضاء الإلكترونية، وهذا يسمى بالعمود الموجب. ليش؟ لأنه يوصل المنطقة السالبة إلى الأنود، يوصل المنطقة السالبة إلى الأنود ويكون العمود الموجب أطول جزء في التفريغ. هنا حسب ما لاحظنا بأنه هو أطول جزء في التفريغ هو العمود الموجب لهنا، هنا الأنود كلو، هنا عمود البوزيتيف كولوم اللي هو العمود الموجب. هاي اللحظة بأنه من خلال الشكل بأنه هي أطول جزء في التفريغ، وعادة يكون العمود الموجب منتظما، وهذا الانتظام يشير لي إلى أن التأين لا يحدث من تأثير انحراف الإلكترونات باتجاه المجال، ولكن يحدث من تأثير السرعة العشوائية الكبيرة التي يتم الحصول عليها من التصادمات المرنة اللي تكون تحدث في المجال عند الطرف الآخر من العمود الموجب قرب الأنود. نجد أن الإلكترونات تنجذب قرب الأنود بينما الأيونات الموجبة تتنافر منه. احنا قلنا الاختلاف الشحنات اللي يتجاذب والمتشابه يتنافر، وتبعا لذلك تتكون شحنة فضاء سالبة قرب الأنود. هنا شحنة فضاء سالبة قرب الأنود، وهذا يؤدي إلى زيادة بالمجال الكهربائي وكذلك ارتفاع بالجهد، لأن الإلكترون الذي يجتاز العمود الموجب بسرعة ابتدائية قليلة بتسارع باتجاه الأنود، وبعد أن يجتاز المنطقة المظلمة الأنودية بعد أن يجتازها قد يكتسب طاقة كافية على المدى يهيج وأين الغاز عند الأنود، وعندئذ يتغطى الأنود بطبقة مضيئة من التوهج الأنودي الأنود جلو. نلاحظها بأنه طبقة مضيئة تكون لونها أطوخ من هنا، فلذلك شرنا لها بأنها طبقة مضيئة اللي هو سميناها التوهج الأيوني، التي تكون في بعض الأحيان مقسمة إلى عدة بقع مضيئة. هنا مثل ما كنا مقسمة إلى عدة بقع مضيئة. هنا خلال هذا الشكل شرحنا التوهج
التفريغ التوهجي ما يمر به من مناطق اللي هي مثل ما قلنا الاستون دارك والفاراداي والجلو كاثود والجلو انود والنيجاتيف جلو. هاي كلها هاي مناطق اللي هي خلال سيران الالكترون من الكاثود الى الانود، راح تكون حسب الطاقة اللي يملكها أو حسب التأيونات اللي تصير عنده. إذا كان عنده طاقة كافية على مود يستمر يكمل إلى الأنود، أو إذا ما تكون عنده طاقة كافية فيح يوقف عند منطقة من مناطق التوهج. نجي إلى موضوع أيضا مهم من المواضيع البلازما المهمة اللي هو البلازما داينوجستيك اللي هو طرق تشخيص البلازما، عفوا بلازما دايجونستيك اللي هو تشخيص البلازما. تشخيص البلازما يعتبر من المواضيع المهمة جدا في مجال فيزياء البلازما، اللي هي من خلاله أعرف أن أو نكتشف أو نعرف أو نقيس معاملات البلازما ونعرف خواص وسلوكيات البلازما. معاملات البلازما اللي هي مثل ما قلناها الالكترون تيمبرتشر اند الالكترون دنسيتي وغيرها من المعاملات، بس لكن اهم هذه المعاملات هي درجة حرارة الالكترون اللي هي مثل ما قلناها الالكترون تيمبرتشر والالكترون دنسيتي وكثافة هذا الالكترون. نقدر خلال هذه المحاضرة ان نقسم التفريغ الى قسمين، عفوا التشخيص الى قسمين، الدايجونستيك اللي هو بلازما دايجونستيك اللي بمعنى تشخيص البلازما، يقسم الى طريقتين او فحصان يتم من خلالها تشخيص البلازما. الطريقة الاولى اللي هي طرق التشخيص الداخلية اللي هو يشمل المجسات الكهربائية والمجسات المغناطيسية، وثاني طريقة هي طرق التشخيص الخارجية اللي هي تشمل التشخيص البصري والتشخيص الطيفي والتشخيص بالموجات الميكروية. حيث ان التشخيص الخارجي ما يتطلب عندي ادخال شيء بالبلازما. احنا قلنا من عرفنا من المحاضرات السابقة بانه البلازما الشامبر البلازما هنا عندي يعني منظومة من بلازما، هذا الشامبر اللي هو حتكون يتولد به بلازما من خلال التأيونات اللي حصل لي. هنا قلنا عندنا طريقتين، الطريقة الداخلية والطريقة الخارجية. من اسمها طريقة خارجية يعني يتم تشخيص البلازما خارجيا من دون إدخال أي مجس داخل هاي البلازما أو داخل المنظومة، لأنه عندنا مختبريا عندنا منظومات تفريغ أندر فاكيوم يعني منظومات ذات ضغط واطئ التفريغ، وعندنا اتموسفيرك اللي هي عند ضغط الجو الاعتيادي. بضغط الجو الاعتيادي استطيع نقدر انه نتعامل ويا البلازما، اي اقدر انه ادخل مجس داخل هذه البلازما على مود اقيس او اشوف معاملات هاي البلازما اللي هي الالكترون تمبرتشر والالكترون دنسيتي. لكن بالمنظومات الفاكيوم هذا الشيء غير ممكن عندي، لانه ادنى ادخل شيء بهاي البلازما، ادنى شيء ان ادخله بهذه المنظومه او هذا الشمبر راح يكسر لي هذا الفاكيوم، وانا هذا الشيء ما اريده. فلذلك عندنا طرق تشخيص داخليه وطرق تشخيص خارجيه. فطرق التشخيص الداخليه ما تحتاج الى اي شيء عادي، اقدر انه ان اقيس خصائصها عادي بادخال مجس داخل هاي البلازما. ومثل ما قلنا التشخيص يقسم الى داخلي وخارجي. الداخلي يحتاج فقط الى مجس يوضع هذا المجس في داخل البلازما، في داخل تشامبر البلازما. اما التشخيص الخارجي فان هذا يحتاج الى ويندو على مود تبين لي اللي هي اما وان او مور ويندو. هنا راح تبين لي هاي الويندو
البلازما اللي أنا أريد أن أشخصها، ألاحظ من خلال هاي الويندو البلازما اللي أنا أريد أن أشخصها على مود أطلع أو أقيس معاملاتها، اللي هي من مثل ما قلنا التمبرشور والدنسيتي، الإلكترون تمبرشور والإلكترون دنسيتي، درجة حرارة الإلكترون وكثافة الإلكترون. لذلك هاي الويندو يجب أن تكون شفافة على مود تبين البلازما اللي أنا أقدر أريد أقيس معاملاتها، على المود تكون واضحة عندي. فلذلك لما أقول شفافة، لما تكون يا أما من الياقوت أو الكوارتز، تكون مصنوعة هذه الويندو من الياقوت أو الكوارتز، اللي هي تكون يفضل أن تكون من الكوارتز، اللي هي تسمح لي أنه أن أشوف هاي البلازما، وبالتالي من خلال هذا التشامبر البلازما، وبالتالي أستطيع أن أحسب أو أقيس معاملات هاي البلازما المد يعني في التشخيص، في غرض تشخيص البلازما. هسه عندنا عدة أنواع أو عدة طرق على مود أشخص بها البلازما. أخذ أول نوع اللي هو الأوبتيكال إيميشن سبكتروسكوبي، اللي هو بمعنى التشخيص. طبعا هنا هاي التشخيص عن بعد، اللي هو التشخيص اللي يعتبر من التشخيص الخارجي، اللي هو الاوبتيكال ايميشن سبكتروسكوبي. لما اقول التشخيص الخارجي يعني احتاج الى ويندو على مود اقيس معاملات البلازما. لاحظ هذا الشكل عندي اللي هو فيجر 4، هذا الشكل، واحنا نشرح عنده عليه. احنا مثل ما قلنا هنا لازم تكون عندي ويندو بتشامبر البلازما، بتشامبر البلازما. هاي عندي هاي الوردية، هي عندي البلازما، وهذا اللي يحتويها تشامبر البلازما، وهاي عندي ويندو، هنا عندي الاوبتيكال ايميشن سبكتروسكوبي. طبعا يعد تشخيص الطيفي للانبعاث الضوئي، اللي هو اوبتيكال ايميشن سبكتروسكوبي، ايميشن بمعنى انبعاث. يكون احد، طبعا هو من احد انواع التشخيصات المستخدمة في المختبرات بصورة واسعة، حيث يتم جمع الضوء المرئي، يكون يتم جمع الضوء المرئي أو الضوء النانا عن طريق عدسة. هذه العدسة تكون موجودة، يعني شلون واحد يقول قدام أو أمام الويندو، ويندو البلازما. وهاي العدسة تتركز على شق مقياس الطيف، هنا تتركز عليه هنا، تمام. يمكن أن يكون الكاشف في أمام صمام ضوئي أو مضاعف ضوئي. محلل بصري، هنا عندنا هذا المحلل البصري متعدد القنوات. أول شيء الشاح، هنا العدسة هاي أو العدسة اللامة هاي يحتلم لي الضوء الطيف، يحتلم لي إياه. هاي ينقل الطيف من العدسة إلى المحلل المطياف، هنا أدني الفايبر أوبتيكال اللي هو الألياف البصرية، الفايبر أوبتيكال الألياف البصرية، اللي هو ينقل لي هذه الطيف اللي جمعتها العدسة إلى محلل المطياف، السبكتروميتر اللي هو محلل الأطياف، اللي هو هذا بالتالي يحول لي هذا الطيف أو يحلله إلى داتا. هذا طبعا يكون مرتبط بحاسبة، هاي الحاسبة تطلع لي الداتا اللي عندي اياها، وهاي اقدر ان استخدمها في برامج اللي هي مثل الاكسل او اي برنامج رسم، وبالتالي استطيع ان اكشف على او اعرف درجة حرارة الالكترون، وايضا استطيع ان اعرف كثافة هذا الالكترون من خلال الاوبتيكال ايميشن سبكتروسكوبي، اللي هو عن طريق عدسة. هاي العدسة هنا أنا عندي إياها، اللي هي العدسة اللامة، يحتجمع لي الأطياف، هاي الأطياف تنقل من هاي العدسة إلى المحلل المطياف، وبالتالي هذا المحلل المطياف اللي هي يحلل لي هذه الأطياف على شكل داتا. يتم استخدام هذه الأطياف اللي على شكل داتا في برامج الرسم، وبالتالي باستخدام معادلات معينة اللي هي تظهر لي درجة حرارة وكثافة الإلكترون. عندي الطريقة الثانية اللي هي المايكرويف انترفيرميتر،
اللي هو تعتبر يعني بمعنى تداخل الموجات الميكروويه اللي تعتمد قياس التداخل هذا على تطابق الموجات. طبعا هاي من انواع التشخيص المفيده اللي تستخدم ايضا لقياس درجه حراره وكثافه الالكترون، حيث تعتمد قياس التداخل على تطابق الموجات اللي هي عندنا هذا الشكل 5 اللي هي حيبين لي هنا عندنا كيفيه هذا استخدام هذا النوع من التشخيص اللي هو يعتمد على تطابق الموجات، بمعنى أنه تطابق موجات منفردة بطريقة تسمح أن تعطي لي الموجة الناتجة تفسير أو تشخيص عن حالة هذه الموجات قبل التداخل. يستخدم في العادة موجات لها نفس التردد، وعند انطباقها أحصل على أشكال موجية منتظمة محكومة بفروق الطول بين الموجتين الابتدائيتين. فإذا كانت الموجتان الابتدائيتان بنفس الطور يحدث ما يسمى بالتداخل البناء، ويحتشد الموجة الناتجة. أما إذا كانت أحد هذه الموجات الموجتين يكون معاكس بالنسبة للطور، يتكون عندي مثل ما نعرف التداخل الهدام، وبالتالي فإن هذه الموجة تتلاشى الموجة الناتجة ومعظم هذه القياس الأجهزة تستخدم مصدر من الموجات المايكرو الكهرومغناطيسية عند تردد معين للأشعة الابتدائية. عندنا النوع الآخر من التشخيص اللي هو تشخيص الليزر انديوست فلوريسنس، اللي هو يعتبر طريقة طيفية يتم فيها تحريك ذرة أو جزيء إلى مستوى طاقة أعلى من خلال امتصاص ضوء الليزر اللي هو متبوع يكون بانبعاث عفوي للضوء. هذا طبعا التشخيص يعتبر من التشخيص المهم، يستخدم مسار شعاع متقاطع، وهو يعتبر طريقة لقياس temperature of ion أيضا دون الحاجة إلى استخدام طبعا محلل طاقة كبير، حيث يتم استخدام ليزر. عندنا هذا الشكل اللي هو يوضح لي كيفية التشخيص باستخدام هذه التقنية، اللي هو يتم عندي باستخدام ليزر واحد مضبوط على انتقال معين على مود أرفع الأيونات إلى حالة متهيجة على طول مسار واحد من خلال البلازما. تتألق عندي هذه الأيونات المتهيجة ويتم بعث الضوء عند تردد آخر. يتم جمع هذا الضوء بواسطة عدسة هنا عندي هنا أيضا يتم جمع هذا الضوء تقريبا عندي نفس طريقة الأوبتيكال إيميشن. أيضا يتم عندي هنا أشعة الليزر المستخدم، وهنا يتم عندي جمع هذه الأشعة عن طريق عدسة. هاي العدسة تركز على جزء واحد من هذا المسار، طبعا تركز على جزء واحد من هذا المسار، ويؤدي هذا إلى توسيع الخط الدوبلري إلى إيش؟ إلى انتشار سرعة الأيونات في اتجاه معين. طبعا هنا المعدات اللي أستخدمها تكون كبيرة ومكلفة، لذلك يكون هذا النوع من التشخيص يستخدم قليل في مختبراتنا أو منظوماتنا الموجودة في المختبر مختبريا. أيضا عندي النوع آخر من التشخيص اللي هو اللاجمور بروب، باستخدام اللاجمور بروب اللي هو من التشخيص الموضعي الداخلي اللي هو عن طريق مجس لاجمور. طبعا يعتبر من أهم أنواع التشخيصات المستخدمة، حيث أنه يعتمد على ربط أربط أو أسلط المجلس إلى فولتية مختلفة بالنسبة لجهد البلازما، وأدرس التيار المار خلال هذا المجلس. يوفر لي هذا معلومات أساسية عن خواص البلازما ومقدار التيار الكهربائي في المجلس. لا يعتمد فقط على البلازما نفسها، بل إضافة إلى ذلك فإنه يعتمد على مساحة سطح المجلس اللي تقوم بتجميع الشحنات، حيث أن شكل المجلس يمكن أن يكون على هيئة كرة أو يكون على سطح أو يكون على شكل سطح أسطواني أو مستوي، حيث أن نظرية استخدام المجسات هذه تعتمد على
إدخال قطب كهربائي صغير ومعزول كهربائيا إلى داخل هذه البلازما، كنا هذا من النوع الموضعي أو الداخلي، اللي هي أستطيع أن أدخل هذا المجلس إلى داخل البلازما. لذلك فإن عدد من الإلكترونات، عدد كبير من الإلكترونات يكون أكثر من الأيونات، يصطدم بالقطب خلال وحدة الزمن، وهذا يعود لكون السرعة الحرارية للإلكترونات في معظم أنواع البلازما تكون أكبر بكثير من السرعة الحرارية للأيونات. لذلك يتجمع محصلة الشحنة الإلكترونية على سطح هذا القطب، وبالتالي يجعل جهده سالبا مقارنة مع جهد البلازما المحيطة، ويتسبب بذلك تعجيل الأيونات وتنافر الإلكترونات. طبعا هذه من الفكرة اللي هي تعتمد عليها المجس لاجمور، اللي هو يساعدني في قياس درجة حرارة وكثافة الإلكترون، واللي هي معاملات البلازما المهمة.